أنا دلوقتي على التليفون وزير القوى العاملة محمد سعفان، برحب بحضرتك معالي الوزير. يا اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير، ممكن أفهم من حضرتك تفاصيل أكتر عن الموقف؟ طبعا هي دي المرة الثانية للجنة العراقية، يمكن المرة الأولى كانت في 2016 وقدرنا إن احنا ننهي بيها عدد من الحالات اللي بالفعل بدأوا صرف معاشاتهم بالطاقة بالنسبة للقطاع الحكومي. أما بالنسبة للقطاع الخاص فيمكن كان سابق شوية القطاع الحكومي واتصرفت لهم أكتر من دفعة. إحنا المرة دي بنحاول بقدر الإمكان نشوف إذا كان هناك من يستحق المعاش، لأن طبعا الأعداد اللي تمت في المرحلة الأولى كانت في حدود بالنسبة للقطاع الخاص ما يقرب من 250 حالة تمام. و200 حالة للقطاع الحكومي. فاللجنة برضو يعني احنا اتفقنا مع الجانب العراقي ان يبقى اللجنة تعمل زيارة مرة تانية عشان نقدر نحاول قدر الامكان ان احنا ان كان هناك مستحق للمعاشات من القطاع الحكومي او القطاع الخاص ان احنا نبتدي نحصر الحالات ديت ونبتدي نشوف مدى استحقاقها ايوه، على ان يتم الصرف مباشرة فور تدقيق اوقات. كان في إقبال يا فندم من المواطنين المستحقين للمعاشات؟ يعني النهارده كانوا يعني تخطوا ال 100 حاله، حوالي 115 حاله اللي كانوا موجودين النهارده، واحنا طبعا من خلال حضراتكم برضو بن يعني بنناشد اللي له او لصاحب المعاش حتى لو كان مش على قيد الحياه يبقى ممكن الورثه بعد ما يكون يتقدموا معاهم بالأولى. ما يثبت ذلك يتقدموا للجنه، واللجنه موجوده معانا ان شاء الله لغايه يوم الخميس القادم. مستحقين المعاشات يا فندم اللي كانوا بيعملوا في الحكومة فقط، ولا هناك أيضا من كان يعمل في القطاع الخاص؟ لا، القطاع الخاص برضو موجود مندوبين من وزارة العمل العراقية عشان يتلقوا طلبات خاصة بالقطاع الخاص وهيئة التقاعد الخاصة بوزارة المالية العراقية عشان يتلقوا طلبات العاملين في القطاع الخاص. نوجه الناس ازاي معالي الوزير؟ ازاي هو يبقوا عارفين انه هما مستحقين لهذا؟ وازاي يبقوا عارفين هما المفروض يروحوا فين ويتجهوا الى اي جهة؟ يعني هو طبعا بيتوجهوا الى وزاره القوى العامله 3 شارع يوسف عباس مدينه نصر. اللجنه بتبدا عملها من الساعه 9 صباحا وحتى 3 عصرا. النهارده كل واحد معاه اوراق تثبت انه كان بيعمل في القطاع الحكومي في العراق او في القطاع الخاص في العراق، او ان كان يعني توفاه الله ورث معاهم هذه الاوراق التي تثبت حقهم في هذا المعاش يتقدموا بيها ان شاء الله. واحنا يعني العاملين في وزاره القوى العامله بيقابلوهم وبيدققوا مع اللجنه العراقيه كل الاوراق، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعدهم اللي ليه حق ان شاء الله ياخد المعاش بتاعه. هل في فترة عمل معينة؟ يعني اللي اشتغل مثلا أقل من 15 سنة في الحكومة هل تضم فترة عمله لمعاشه في مصر؟ اي هو بس اي طبعا استحقاق المعاش في القطاع الحكومي على 15 سنة، ولكن انا بقول اللي ليه اي مدة خدمة في الدولة العراقية يتقدم للجنة بالأوراق الخاصة به عشان من خلال يعني المفاوضة بين القوى العاملة والجانب العراقي نقدر نشوف هنعمل ايه للي هم دون تحقيق المدد القانونية لاستحقاق المعاش. احنا عندنا تقدير يا فندم لأعداد المصريين المستحقين لهذا المعاش؟ للأسف احنا ما نقدرش نقول ان احنا عندنا حصر بالعاملين المصريين ان كان في القطاع الحكومي او القطاع الخاص في دولة العراق، لأن يعني ما نقدرش نقول ان موجود قاعدة بيانات. يمكن أيوة. قاعدة البيانات الوحيدة اللي هتبقى موجودة لدى اللجنة العراقية اللي بيها بيقدروا يعني يتحققوا من صحة الأوراق المقدمة.
هل يا فندم المستحقين أصحاب الحوالات الصفراء يعني أوضاعهم اختلفت؟ هل هناك ما هو جديد؟ يعني هو فيه يمكن كان في حالتين او ثلاثه النهارده من اصحاب الحوالات، وطبعا احنا يعني الحوار في الجزء الخاص بالحوالات الصفراء بيتم من خلال البنك المركزي المصري، لان هو اللي بيتولى هذه الحوالات في المرحله، واحنا برضو بنحاول بقدر الامكان لو حد منهم جه احنا بنوجهه يروح ازاي يروح فين ويتقدم. طيب دلوقتي في سؤال جاي لحضرتك على الهواء، هل من عمل أقل من 15 سنة في الحكومة في العراق هو كده مش هيستحق معاشه هناك؟ هل نقدر نضم هذه الفترة لسنين خدمته في مصر؟ أنا عارفة إن أنا طرحت سؤال مشابه لحضرتك منذ قليل لهذا السؤال، بس هو واضح انه طبعا ده يعني من ضمن اهتمامات السادة المشاهدين الآن. اتفضل يا فندم. بالتأكيد لو هو ليه مدة خدمة تأمينية موجودة في مصر، الطريقة المثلى للجانب العراقي إن هو يعني يتعامل مع هذه الحالة تمام. بإنه يتواصل مع وزارة التضامن يبتدي يرسل مدة الخدمة الخاصة بيه لتضم على مدة الخدمة الخاصة بالعمل في مصر، عشان يعني تتواصل مدة الخدمة بحيث ان هو في النهاية يتفق عنها كلها المعاش المفروض فيه. وهنا الجانب العراقي بيقوم بالاتصال بوزارة التضامن. التضامن ويتم تحويل اي مبالغ كانت تستحق ليه كمبالغ تأمينية، أيوة. ويتم تحويلها لوزارة التضامن لتضم إلى التأمينات الخاصة بجمهورية مصر العربية. المعاش في حالة الورثة يا فندم بيكون للزوجة والأبناء ولا الزوجة فقط؟ الزوجة والأبناء. الزوجة والأبناء. طيب في أي رسالة حضرتك تحب توجهها للي بيسمعوا حضرتك دلوقتي ومهتمين بهذا الأمر؟ يعني أي شيء لاحظتوه وممكن دي تكون فرصة يعني للأخذ في الاعتبار إنه في بعض الملاحظات التي يجب أن يتم الانتباه لها من قبل المستحقين للمعاشات. هو كل ما هنالك ان احنا بس بنؤكد على الناس اللي فعلا يستحقوا او فيهم معاش او مدة عمل كانت موجودة في الدولة العراقية يتقدموا فورا لوزارة القوى العاملة عشان نقدر نثبت حقهم، ونحاول بقدر الامكان بالتواصل مع الجانب العراقي ان احنا ننهي المسألة ويتم ايوه حصولهم على المعاش المطلوب. فعلا في 250 شخص بدأوا في صرف المعاش. بالطبع ده في القطاع الخاص واخدوا اكتر من دفعة، والقطاع الحكومي حوالي 170 حاجة. بيصرفوا منين يا فندم؟ نعم بيصرفوا منين؟ الجهة اللي يتجهوا ليها. بيصرفوا، هي الفلوس بتتحول على الفرع الخاص بمصرف الرافدين في القاهرة، وبيتم الصرف من خلال هذا الفرع. شكرا جزيلا معالي الوزير، وزير القوى العاملة محمد سعفان، على التوضيح وعلى وجودك معنا.